اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يظل دائما من يحب جمهور النادي الاهلي ومن يتمسك بمبادئ واخلاق النادي الاهلي يظل دائما في قلوب كل الاهلاويه. وليد سليمان النجم وليد سليمان اعتزل اليوم واصبح وليد سليمان خارج الملعب، ولكن سيظل دائما يا كابتن عادل في قلوب كل الاهلاويه. هذا الرجل احنا كلنا بنعشقه من سلوكه ومن حبه للنادي الاهلي. نعم. يعني الراجل ده ما ترباش في قطاع الناشئين في النادي، مع ذلك حبه للنادي الاهلي وكان انتمائه وهو بيلعب حتى في انديه البترول وخلافه. وقبل ما يجي اعتقد انه دخل مستشفى وعي بمرض نفسي وعضوي، علشان كان رغبته انه يجي النادي الاهلي، وكان بعض المسؤولين كانوا رافضين ان هو يجي النادي الاهلي. لن ابالغ لو قلت ان وليد سليمان لو اتيحت لي الفرصه للاحتراف كان لن يقل عن محمد صلاح. الراجل ده بيتميز بالتواضع، وليد بيتميز بالتواضع باتقان مهنته، بحبه الشديد لكره القدم، لتفانيه في الاداء الجماعي، عمره ما كان بيلعب فردي. المهاره الفنيه العاليه كصانع لعب في الكرات الثابته، كل ما هي جوانب فنيه على اعلى مستوى، الراجل ده لو اتيحت ليه الفرصه انه كان يحترف والله لن يقل عن محمد صلاح، لانه عنده كل الميزات التربويه، عنده انكار الذات، عنده التواضع، عنده حب الاخرين، بيأثر على نفسه، راجل مش مادي زي ما حضرتك تفضلت قبل كده امبارح، راجل كل الميزات، عنده صفه القياده. كل الناشئين اللي طالعين النهارده بيقولوا الراجل ده كان على طول في ظهرنا وعلى طول بيحفزنا، فبيبقى داخل الملعب وخارج الملعب. نعم. انا بشوف انه كم من المميزات اللي ربنا اكرمه بيها واكرمنا بيها، ان الراجل ده بيلعب في النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله تعالى الفتره اللي جايه باذن الله تعالى هيفيد النادي الاهلي جدا في اي موقع هيشتغل فيه، سواء اداره او تدريب او اعلام او اي حاجه هيشتغلها. اعتقد باذن الله تعالى هيكون اضافه من الاضافات القويه جدا، لانه هيبقى مؤثر في اي حته هيتولاها، سواء في الاداره او في الشركه او في اي حته هيتولاها. اعتقد انه هيبقى اضافه عاليه جدا ومقنع، وراجل الجانب الادبي عنده قبل اي حاجه في الدنيا. كل انسان مننا ربنا بيخلقه على الفطره، نعم، بيبقى بيحب الماده شويه كده شويه، طبيعي طبيعي. الراجل ده ما عندوش الحته دي، عنده الجانب الادبي زي ما دايما بنقول، مع الفارق طبعا ميسي عنده فلوس كتير قوي تعيشه 200 300 سنه، ومع ذلك الراجل بيتقن عمله قوي علشان الجانب الادبي، انه ازاي بيمتع الناس، بيمتع العالم كله. مزبوط. من خلال موهبته. وليد سليمان من النوع ده، ان هو راجل الجانب الادبي بيركز عليه جدا، وربنا بيديله بعد نظر. كان ممكن جدا لما بيجيله عروض كويسه ماديه كان ممكن جدا انه كان يروح، ومع ذلك نظرته اللي ربنا اداها له والحكمه اللي ربنا اداها له، انه عرف قيمه المكان اللي هو فيه والشعار اللي هو لابسه، وعارف ان هو لما هيبطل لابد هيبقى في قلوب الناس والناس حابينه، وهيبقى موجود في المكان ده مش عشان هيستفيد، لا ده عشان هو اللي يفيد ويخدم المكان ويخدم الاشبال ويخدم الكبار ويخدم هذا الصرح اللي هو اصلا بيعشقه. فاعتقد انه الصفات دي يعني موجوده في ناس كتير، بس وليد اكثرهم، وخاصه في النادي الاهلي اكثرهم بالنسبه للجانب الادبي ده اللي احنا كلنا بنتمناه لوليد، انه ان شاء الله في الفتره اللي جايه يكون مؤثر جدا زي ما كان مؤثر في الملعب وخارج الملعب، يكون مؤثر في اي مكان النادي هيختاره له علشان يخدم فيه هذا الصرح العظيم.